Death on the Nile، فيلم إنتاج 2022 متوفر للمشاهدة. فيلم الجريمة والغموض عامل جذب كبير عند الجمهور، فهي تتحلى بالعناصر الجذابة التي تشغل تفكير المتلقي وتركيزه أثناء المشاهدة، كي يحاول حل اللغز ومعرفة السر وراءه ودوافع المجرم والقاتل لارتكاب ما فعله. مغامرات المحقق المشهور الذي يقضي أجازة شخصية بمصر على متن الباخرة القرنة، ولكن تحدث جريمة قتل غامضة، يتعين على المحقق استخدام مهاراته من أجل معرفة القاتل والبحث عن ملابسات تلك الجريمة. الجانب الدرامي طغى بشكل أكبر على الأحداث وخدم فلسفته بشكل أكبر. الجزء الأول من الفيلم مقداره ساعة كاملة هو عبارة عن دراما علاقات رديء يحاول أن تبدو شكسبيرية الطابع من خلال أداء الممثلين، بينما هي دراما تقليدية بالنسبة للكلاسيكية نفسها. كل شيء واضح جدا لدرجة أن الفيلم لا يحمل أي عنصر غموض لا في الجانب الدرامي ولا حتى البوليسي. أما الجزء الأخير من الفيلم هو الأمتع وهيخليك مشدود شوية. لم يهتم المخرج والسيناريست بإضافة تفاصيل أكثر وأبعاد أكثر درامية تناسب الفيلم، فالشخصيات تتطور وسطحية جدا، بل تقدم كصور وتظل كصور متكلمة دون إرساء درامي مناسب للفيلم. السيناريو مط كبير وممل جدا في التفاصيل، وتكدس الفيلم بالعديد من المواجهات الحوارية تسبب في فقدان التواصل شيئا فشيئا مع كثير من أحداث الفيلم، يزيد عليها كثرة الحوارات المملة الذي لا يمكنه أن يثير المشاهد ويجذب انتباه. الإخراج النقطة الأخرى التي لا تصب في مصلحة الفيلم وهي تتعلق بالإخراج، حينما لم يأتي في مخيلة المخرج تصوير عديد اللحظات التي تكشف عن دقائق مهمة تتعلق بالشخصيات المشتبه بهم في الجريمة. الإخراج اعتمد على إبهار البصر بشكل كبير من خلال استعراض الملابس والطعام والثراء الفاحش داخل الباخرة. الممثلين أداء الممثلين كان جيدا، بس مش أداء مبهر وأداء مسرحي أوفر أكتنج. لم يركز الفيلم على الحفاظ على التوازن بين الدراما واللغز الجيد بدلا من الغرق في درامة الحب والخيانة والانتقام، وطلع علينا فيلم سطحي جدا جدا. المكياج السينمائي مش أحسن حاجة مع الإضاءة في بعض المشاهد. الموسيقى مش جديدة على السمع، موسيقى اعتيادية. الفيلم محبط جدا جدا للأسف على جميع المستويات، ولا أنصح بمشاهدة الفيلم. تقييمي للفيلم هو 4/10. How dare you? Get out of my way. Mademoiselle, if I may, Mr. Darbon, I owe you an explanation. Please, allow me to apologize. Have you ever met a man who says his own name as many times as Hercule Poirot?